هي عتيرة إذن مدخلة معمقة جديدة بعنوان مفهوم الدين بين التصورات الأحادية والرؤى التعددية. مقدمة من الشائع اليوم أن نأخذ مفهوم الدين كصنف لمجموعات من الممارسات الاجتماعية، وهو مفهوم مقولة تمثلت أمثلتها النموذجية بما يسمى بالديانات الكونية أو العالمية، خاصة في التوحيدية، ديانات التوحيدية في اليهودية والمسيحية والإسلام، وهناك ديانات أخرى الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية والطاوية، وهي ديانات عالمية. ربما تكون أشكال الحياة التي لم يتم إعطائها اسم لها، سواء من قبل الممارسين أو المراقبين، نموذجية متساوية على الرغم من صعوبة تصنيفها إلى حد ما، ولكنها شائعة في منطقة جغرافية أو مجموعة من الناس. على سبيل المثال دين الصين، أو ديانة روما القديمة، أو ديانة اليوروبا، أو ديانة الشيروكي. باختصار استخدم هذا المفهوم دين اليوم للإشارة إلى نوع من التكوينات الاجتماعية التي تضم عدة أعضاء، وهو نوع يوجد به العديد من الرموز. ومع ذلك لم يشر مفهوم الدين في الأصل إلى نوع اجتماعي معين، لم تكن إشارته الأولى إلى الأنواع الاجتماعية. ومع مرور الوقت تطور امتداد المفهوم في اتجاهات مختلفة، لدرجة أنه يهدد بعدم الاتساق، كما لاحظ بول غريفيث بالاستماع إلى مناقشاته حول مفهوم الدين. اقترح يعني بسرعة الاستنتاج القائل بأنه لا يكاد أي شخص لديه أي فكرة عما يتحدث عندما يتعلق الأمر بالدين، وربما بشكل أكثر دقة أن هناك العديد من الأفكار المختلفة حول ماهية الدين، تلك المحادثات التي تجعل المصطلح مجرد أرقام، ويكون صعب التواصل فيما يبدو، خاصة إذا كان الأمر تعلق ب يعني ديانات قديمة يعني تعود إلى بابل، ويصعب التعامل معها يعني بسهولة. تظهر هذه الصعوبات أيضا في الدراسات الأكاديمية للدين، وهي تذهب بعيدا في تفسير سبب عدم وجود فهم متماسك ومشترك على نطاق واسع في هذا التخصص لهذا الموضوع المركزي، الدين والتدين والمعتقدات. لذلك سيتم التقديم في هذه المحاضرة المعمقة تاريخا موجزا لكيفية نمو نطاق الدلالة للدين وتغييره على مر السنين، ثم يتم الأخذ بعين الاعتبار مسألتين فلسفيتين تنشأان من تنازع حول مفهوم الدين، الأحادية والتعددية. كذلك سيتم تطرق إلى القضايا التي من المحتمل أن تنشأ مفاهيم مجردة أخرى تستخدم لفرز الثقافة الدينية، مثل ربما مرتبطة بالدين، مثل الأدب أو الديمقراطية أو الثقافة نفسها. أولا يثير التنوع المتباين للممارسات التي يقال الآن أنها تندرج ضمن هذه المقولة الدين، سؤالا عما إذا كان بالإمكان فهم المرء لهذا التصنيف الاجتماعي من حيث الخصائص الضرورية والكافية، أو ما إذا كان ينبغي بدلا من ذلك التعامل معه كمفهوم تشابه عائلي كما يقول فيتجنشتاين. هنا السؤال هو ما إذا كان يمكن القول أن المفهوم الدين ما هي وجوهر أم لا؟ ثانيا أن مجموعة من الخصائص المتباينة والمتفرقة. ثانيا أن الاعتراف بأن المفهوم قد غير من معنيه، وأنه نشأ في وقت ومكانين، وقت ومكان، زمن ومكان معينين، لم يكن معروف في مكان آخر، وأنه كثير ما يستخدم لتشويه سمعة ثقافات معينة. يثير التساؤل عما إذا كان هذا المفهوم يتوافق مع أي نوع من كيان في العالم على الإطلاق، أو ما إذا كان بدل من ذلك مجرد أداة بلاغية يجب التخلص منها. لذلك يأخذ يعني في هذه المداخلة ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار ظهور التحليلات النقدية والمتشككة لمفهوم الدين، بما في ذلك تلك التي تتجادل بأن المصطلح لا يشير إلى أي شيء في الواقع، وإنما هو مجرد تخيل أو وهم. نبدأ أولا في تاريخ المفهوم. لم يشر مفهوم الدين في الأصل إلى نوع اجتماعي أو نوع ثقافي، قد تم اقتباسه من المصطلح اللاتيني الديني، وهو مصطلح يعني وهو مصطلح يعادل تقريبا الدقة. ريليجيو أي التعبير أيضا من الضمير أو التفاني أو شعور بالالتزام، حيث كان الدينيون أثرا للمحرمات أو الوعود أو اللعنات أو التجاوزات، حتى عندما كانت لا علاقة لها بالآلهة. العصور القديمة الغربية على الأرجح في العديد من الثقافات، في معظمها
كان هناك اعتراف بأن بعض الناس كانوا يعبدون آلهة مختلفة مع التزامات لا تتوافق مع بعضهم البعض، وأن هؤلاء الأشخاص يشكلون مجموعات اجتماعية يمكن أن تكون منافسة لهم. في هذا السياق يرى المرء أحيانا أن استخدام كلمة نوبيس دينيو تعني طريقة نفي العبادة. على الرغم من ذلك، لدى دينيو مجموعة من الحواس والمعاني والشعور والمشاعر، ولكن كان بإمكان القديس أغسطين النظر في الأمر، ولكن رفض باعتبار المصطلح المجرد الصحيح كيف يعبد المرء الله، وهذا هو المصطلح اللاتيني. هذا المصطلح اللاتيني مثل المصطلحات الأخرى عبادة وخدمة تم استخدامه في مراعاة الواجبات في كل من العلاقات الإلهية والبشرية للفرد. في العصور الوسطى عندما طور المسيحيون رتبا رهبانيا أخذ فيها المرء عهودا للعيش في ظل حكم معين، أطلقوا على هذا النظام اسم دينيو، والدين لصيغة الجمع. على الرغم من استمرار استخدام المصطلح كما كان في العصور القديمة في شكل صفة لوصف أولئك الذين كانوا متدينين في شكل اسم للإشارة إلى العبادة، أهم تحول في تاريخ المفهوم هو عندما بدأ الناس في استخدام الدين باعتباره نوع كان للجماعات المسيحية وغير المسيحية. يمكن رؤية مثال واضح على هذا الاستخدام في كتابات إدوارد هيربر 1583-1648، لكن مع انقسام المجتمع المسيحي بعد الإصلاح إلى معسكرات متحاربة فعليا، سعى هيربرت إلى تذكير الجماعات المتظاهرة المختلفة بما تشترك فيه من مقدس واحد. حدد هيربرت 5 مقالات أو عناصر اقتراحها كانت موجودة في كل دين، والتي سماها المفاهيم المشتركة، وهي المعتقدات التي تؤمن بوجود إله أسمى، ثانيا يجب أن يعبد هذا الإله من طرف الناس، أن أهم جزء في الممارسة الدينية هو تنمية الفضيلة، ثالثا ينبغي للمرء أن يطلب التوبة عند الإثم، وهذا في مستوى رابع. وفي مستوى خامس هو واحد يكافئ أو يعاقب في هذه الحياة وفي الآخرة على كل ما اقترفه من قام به من أفعال سواء كانت حسنة أو خاطئة سيئة. تجاه الطقوس والعضوية الجماعية أخذ هذا الاقتراح توحيد البروتستانت المثالي كنموذج للدين. على كان هيربرت على علم بالأشخاص الذين يعبدون شيئا آخر غير إله واحد أعلى، قد أشار إلى أن قدماء المصريين على سبيل المثال كانوا يعبدون آلهة متعددة، وأن الناس في ثقافات أخرى يعبدون الأجرام السماوية أو قوى الطبيعة الشمس والجبال والأشجار. ربما جاءت الهيربرت بأن هذه الممارسات بسبب الافتقار إلى الإيمان بإله أعلى لم تكن ديانات على الإطلاق، ولكنها تنتمي بدلا من ذلك إلى فئة أخرى مثل الخرافة أو البدعة أو السحر أو الأسطورة. لكن هيربرت شبيلهم بحجة أنهم ديانات طبيعية، لأن الآلهة المتعددة كانت في الواقع خدام أو حتى جوانب من الإله الأعلى، وأولئك الذين يعبدون القوى الطبيعية يعبدون الإله الأعلى في أعمالهم في عباداتهم. بعد ذلك تم استخدام مفهوم الدين باعتباره نوعا اجتماعيا بشكل متزايد من قبل المسيحيين الأوروبيين، حيث سعوا إلى تصنيف مجموعة متنوعة من الثقافات التي واجهوها عندما انتقلت إمبراطوريتهم إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا وشرق آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا. في هذا السياق تغذوا بتقارير من المبشرين والإداريين الاستعماريين. تم توسيع المفهوم العام للدين. مثال أكبر تأثير هو عالم الأنثروبولوجيا إدوارد بورنيت تايلور 1832-1917، الذي كان له اهتمام علمي بالمكسيك ما قبل كولومبس. مثل هيربرت، سعى تايلور إلى تحديد القاسم المشترك بين جميع الأديان، وهو ما أسماه تايلور تعريفا أدنى للدين، واقترح أن السمة الرئيسية هي الإيمان بالكائنات الروحية. وتايلور يعني أطلق هذا الموضوع ربما 1871. تضمن هذا التعريف العام أشكال الحياة المبنية على الإيمان بالإله الأعلى الذي تم تصنيفه على أنه دين، ولكن يمكن أن يشمل الآن أيضا دون افتراض هيربرت بأن هذه الممارسات كانت موجهة حقا إلى كائن أعلى واحد. الممارسات التي استخدمها الهندوس والأثينيون القدامى والاتصال بالآلهة التي يقدسونها، والممارسات التي استخدمها البوذيون والمهايانا للتواصل مع ستافاس البوذيون ستافاس، والممارسات التي استخدمها شعب مدغشقر للتواصل مع عبادة الموتى.
يعني استخدام مفهوم واحد لمثل هذه الممارسات المتنوعة أمر متعمد من جبل من جانب تايلور، حيث سعى لتقويض الافتراضات القائلة بأن الثقافة البشرية غير مفهومة جيدا في أوروبا المسيحية، وخاصة تلك الثقافات المحتقرة المرسومة باللون الأسود على الخرائط التبشيرية. لم يكونوا من نفس الديانة المعروفة. هذه المعارضة لتقسيم الثقافات الأوروبية وغير الأوروبية إلى فئات منفصلة تكمن وراء إصرار تايلور على أن جميع البشر متساويين من حيث ذكائهم، وهذا شاهد بأن ما يسمى بالشعوب البدائية تولد لديهم أفكار دينية عندما يصارعون نفس الأسئلة التي يطرحها جميع الناس، مثل سؤال البيولوجي حول ما يفسر الحياة، وهم يفعلون ذلك بنفس القدرات المعرفية. قد يفتقرون إلى المجاهر أو التلسكوبات، يعني الأدوات العلمية لإجراء التجارب، لكنهم يدعون أنهم يسعون للإجابة على هذه الأسئلة بطرق عقلانية ومتسقة ومنطقية. دعا تايلور مرارا وتكرارا الأمريكيين والأفارقة والآسيويين وهو يدرس رجال التفكير والفلاسفة، وكان مدرك أن التعريف الذي اقترحه كان جزء من تحول، رغم أنه كان لا يزال من الشائع وصف بعض الأشخاص بأنهم بدائيون لدرجة أنهم ليس لديهم دين. يشكو تايلور من أولئك الذين يتحدثون بهذه الطريقة مذنبون بأن استخدام كلمات واسعة في المشاعر الضيقة لأنهم على استعداد فقط لوصف الممارسات الدينية التي تشبه توقعاتهم الخاصة. في القرن العشرين رأى المرء طفرة نمو ثالثة وأخيرة في توسيع هذا المفهوم الدين. هنا يتم توسيع مفهوم الدين ليشمل ليس فقط الممارسات التي تربط الناس بواحدة أو أكثر من الأرواح، ولكن أيضا الممارسات التي تربط الناس بالقوى أو القوى التي تفتقر إلى العقول والإرادة والشخصيات. يرى المرء هذا التحول في عمل ويليام جيمس على سبيل المثال، عندما كتب: إذا طلب من المرء أن يصف حياة الدين بأوسع مصطلحات ممكنة وأكثر عمومية، يمكن للمرء أن يقول أنها تتكون من الاعتقاد بأن هناك ما هو غير مرئي، النظام ومصلحتنا العليا تكمن في تعديل أنفسنا بشكل متناغم معه، يعني من الإيمان بإله واحد ثم الإيمان بالكائنات الروحية ثم الاعتقاد بالوجود غير المرئي. ثلاث تحولات يعني لمفهوم الدين، يعني من مستوى الجماعة باعتبار دين الجماعة إلى الاعتقاد بالإله الواحد، ثم بعد ذلك الاعتقاد بالكائنات الروحية، ثم ما هو غير مرئي. من خلال الأمر غير مرئي يمارس يعني الإنسان معتقداته، ويفترض جيمس أن وجود بنية غير تجريبية، رغم من أنه ليس واضحا بشأن سبب تضمين المصلحة أيضا في الأنظمة السياسية والاقتصادية وغيرها من الأنظمة غير المرئية ولكنها من صنع الإنسان. نفس المشكلة تصيب وصف جيمس للمزيد الذي يعمل في الكون والذي يشبه المرء ولكنه خارج نفسه. الكتابة بالأحرف الكبيرة في الأصل للدين عالجها العالم الأنثروبولوجي كلود كليفورد جيرتس هذه القضية. عرف الدين أيضا من حيث النظام، الدين هو النظام ولكنه نظام من المعتقدات ولكنه والشعائر أيضا طقوس والشعائر، ولكنه يحدد أنه يقصد الممارسات المرتبطة بمفهوم النظام العام للوجود، أي كما كان يقول شيء يكون وجوده أساسيا للوجود الإنساني شامل أو غير مشروط. الممارسات الدينية بشكل واضح لجيرتس هي التي تلك المرتبطة بميتافيزيقا الثقافة أو النظرة الكونية والعالمية، مفهومة عن الشكل العام للواقع. مثل جيمس فإن جيرتس سيشمل كديانات ليس فقط أشكال الحياة القائمة على المعتقدات التوحيدية والتعددية أو على نطاق واسع الروحانية التي اعترف بها هربرت وتايلور، ولكن أيضا تلك القائمة على الإيمان بالعفوية اللا إرادية أو العمليات الطبيعية القانون، يعني ربما الحدث والكهانة مثل يعني الطاوية والكونفوشيوسية والعقل أو اللوغوس في الرواقية. يشمل هذا التوسع أيضا في رافادا البوذية، لأن الأصل المشترك المعتمد هو مفهوم النظام العام للوجود، ويتضمن الزين البوذية لأنه يقال أن طبيعة بوذا تسود كل شيء. هذا التوسع الثالث هو سبب في أن أشكال غير الإيمانية للبوذية مستبعدة من قبل تعريفات هربرت وتايلور، ولكنها مع جيرتس ستصبح ممكنة، سيصبح جزء من الديانات.
التوسع الثالث يعني يعتبر اليوم ديانات على التقواسة، يمكن أن تكون بمثابة اختبار عبثي لتعريفات المفهوم. باختصار، يمكن للمرء أن يفكر في نمو نسخة النوع الاجتماعي لمفهوم الدين على أنه مشابه لثلاث دوائر متحدة المركز، من مؤمن إلى متعدد الآلهة ثم إلى معيار كوني. بالنظر إلى الطريقة شبه التلقائية التي يتم بها اعتبار البوذية الديانية اليوم، يبدو أن النسخة الكونية هي المسيطرة الآن. يقاوم بعض العلماء هذا التوسع الثالث المفهوم ويحتفظون بتعريف تايلور. صحيح أن هناك تمييز واضح، الفرق بين الممارسات التي تفعل والممارسات التي لا تنطوي على التفاعل مع كائنات شبيهة بالأشخاص. في الحالة الأولى، الحالة المجسمة، يكون للممارسين طبع المساعدة وتقديم القرابين والصلاة مع تفهم أنهم مسموعين. في الحالة الأخيرة، الحالات غير المجسمة، ينخرط الممارسون بدلا من ذلك عادة في أفعال تضع نفسها في توافق مع ترتيب الأشياء. يشير عالم الأنثروبولوجيا روبير ماريت إلى هذا الاختلاف بين الامتدادين الأخيرين لمفهوم الدين من خلال التمييز بين الأرواحية والروحانية. سنة 1909، الفيلسوف جون هايك بالتمييز بين الشخصية الدينية والمذهب الدين. 1989، يثير هذا الاختلاف سؤالا فلسفيا: على أي أسس يمكن المرء أن يضع الممارسات القائمة على هذين النوعين من الحقائق في نفس المقولة، في نفس الفئة؟ الدين، العديد من أرواح اللواء، الخالق الله والداو والسائد، ليس متاحين لأساليب العلوم الطبيعية، ولذلك يطلق عليهم غالبا اسم خوارق الطبيعة. إذا نجح هذا المصطلح، فيمكن فهم الأديان في دوائر ثلاث متحدة المركز على أنها مجموعات من الممارسات المبنية على الإيمان بما هو خارق للطبيعة. ومع ذلك، اقترح مصطلح خارق الطبيعة وجهة نظر مستويين للواقع تفصل العالم الطبيعي المتيح تجريبيا عن عالم آخر مجازيا فوقه أو خلفه. تفتقر العديد من الثقافات أو ترفض التمييز بين الطبيعة وما هو خارق للطبيعة. إنها تعتقد أن الأشخاص أو القوى غير موجودة ليست من عالم آخر وفي عالم آخر، بل على قمة جبل معين في أعماق الغابة أو في كل مكان، لتجنب الافتراض بوجود رؤية ذات مستويين للواقع. استبدل بعض العلماء المصطلحات الخارقة للطبيعة مصطلحات أخرى مثل فوق الإنسان. استخدم هايك مصطلح المتعالي، مفارق الحقيقة المفترضة التي تتجاوز كل شيء ما عدا نفسها ولا يتجاوزها أي شيء آخر غير نفسها. هذا الأمر تكلم عنه هايك في 1993. من أجل تضمين اللواء والله والداو، لكن الاستعباد الاسم والاقتصار، اقترح كيفن شيلبريك المصطلح الجديد، يعني سيبر امبيريكال، يعني تجريبي المميز، للإشارة إلى الأشياء غير التجريبية التي ليست أيضا نتاج أي شيء. يعني استخدم ووتر هانغراف في سنة 1995 ميتا أمبريكول، ما وراء أو ما فوق التجريبي. إذا كان من الممكن تحديد عنصر مشترك، من شأن أن يؤسس بشكل متسق تعريف موضوع للدين ليس سؤال محسوس. على الرغم من هذا الغموض، فإن جميع هذه الإصدارات الثلاث هي تعريفات جوهرية للدين، لأنها تحدد العضوية في المقولة من حيث وجود إيمان بنوع مميز من الواقع. ومع ذلك، في القرن العشرين يرى المرء ظهور منهج مختلف بشكل مهم، تعريف يسقط العنصر الموضوعي وبدل من ذلك يحدد مفهوم الدين من حيث الدور المميز الذي يمكن لشكل من أشكال الحياة أن يلعبه في حياة المرء، أي تعريف وظيفي للدين. يرى المرء مقاربة وظيفية عند إيميل دوركي في ظهرت العين سنة 1912، يعني الأشكال الدينية القرابة، الذي دوركيم يعرف الدين على أنه أي نظام من الممارسات يوحد عدد من الناس في مجتمع أخلاقي واحد، سواء كانت تلك الممارسات تنطوي على الإيمان بأي حقائق غير عادية أم لا. يعمل تعريف دوركيم على تفعيل الوظيفة الاجتماعية لخلق التضامن بالنسبة إلى الدين. ويرى المرء أيضا مقارب وظيفي عند بول تيليش سنة 1957، الذي عرف الدين على أنه أي اهتمام مهيمن يخدم تنظيم قيم الإنسان، سواء كان هذا الاهتمام ينطوي على الإمام بأي حقائق غير عادية أم لا. كما ركز تعريف تيليش على الوظيفة الأيكولوجية نسبة إلى البيئة،
متمثلة في توفير التوجيه لحياة الشخص، ويمكن أن تنتج مناهج موضوعية والوظيفية امتدادات غير متداخلة للمفهوم. ومن المعروف أن المقاربة الوظيفية يمكن أن تثبت أنه حتى الأشكال الإلحادية للرأسمالية والقومية والماركسية تعمل كأديان. الأدبيات حول هذه المؤسسات العلمانية باعتبارها ديانات وظيفية ضخمة، كما يقول تريفور لينج، فإن الجزء الأكبر من المؤلفات التي تدعم وجهة نظر القائل بأن الماركسية ديانة عظمى لدرجة أنه لا يمكن إهمالها بسهولة، وحول الرأسمالية كدين يعني يمكن العودة إلى ماكارهر في 2019، حول القومية يمكن العودة إلى سبرينجر في 2013. قد يعتبر أحد الموظفين التفوق الأبيض دينا، قد يعتبر آخر مناهضة العنصرية دينا. هنا يمكن للمشاهير الوصول إلى وضع ديني، ويمكن أن تكون القاعدة الجماهيرية هي الهوية الدينية للفرد دون عنصر خارق للطبيعة ومتعالي أو فوق تجريبي. لن يتم اعتبار هذه الظواهر دينية بالنسبة إلى هربرت أو تايلور أو جيمس أو جيرتس. على العكس من ذلك، يمكن تصنيف التفاعلات مع كائنات خارقة للطبيعة على أساس مقاربة وظيفية كشيء آخر غير الدين. على سبيل المثال، القروي التايلاندي الذي يرتدي تميمة أبو يعني ويتجنب الغابة لاعتقاده أن الأرواح الخبيثة تعيش هناك، أو المواطن الروماني القديم الذي يأخذ طائرا لتضحي به في معبد قبل أن يذهب في رحلة، هو مثال يعني عندها دركين من السحر بدل من الدين. وبالنسبة لتليش، حياة يومية بدل من الاهتمامات المطلقة. يفترض أحيانا أن تعريف الدين كنوع اجتماعي، يعني التعامل معه على أنه شيء كوني عالمي كشيء يظهر في كل ثقافة بشرية وفي كل مجتمع بشري، وعند كل إنسان له دين أو شعور دين. صحيح أن بعض العلماء تعامل مع الدين على أنه إنساني شامل. على سبيل المثال، عند المعرف أحد العلماء الدين وظيفين على أنه المعتقدات والممارسات التي تولد التماسك الاجتماعي أو تلك التي توفر التوجيه في الحياة، فإن الدين يسمى سمة حتمية للحالة الإنسانية. إن عالمية الدين التي يكتشفها المرء بعد ذلك ليست اكتشافا ولكنها نتاج تعريف المرء، ومع ذلك يمكن أن يكون نوع الاجتماع موجودا في أكثر من ثقافة واحد دون أن يكون موجودا فيها جميعا. وبالتالي يمكن المرء أن يعرف الدين إما جوهريا أو وظيفيا بطرق غير كونية، وإنما بطرق خصوصية، بطرق خاصة وجزئية قطاعية، كما هو شائع مثل المعتقدات في الأرواح غير المجسدة أو الأنظمة الكونية في تاريخ البشرية. على سبيل المثال، كان هناك أشخاص في الماضي وهناك أشخاص في الوقت الحاضر ليس لديهم آراء عن الحياة الأخرى أو كائنات خارقة للطبيعة أو ميتافيزيقا دينية صريحة. هنا نحن نحتاج إلى تحليل المفهوم، ونجد أنفسنا في نقطة ثالثة أمام نوعين من التحليل أو نوعين من المفاهيم حول الدين. يوضح تاريخ مفهوم الدين كيف تغيرت مشاعر الإنسان بالدين بمرور الزمان، بمرور الوقت. تم إعادة صياغة المفهوم المستخدم للإخلاص الدقيق للإشارة إلى نوع معين من الممارسة الاجتماعية، لكن السؤال أي نوع؟ معقد الآن. النسخة الكونية للمفهوم أوسع من النسخة المتعددة للآلهة، والتي بدورها أوسع من النسخة التوحيدية. وتحول التعريفات الوظيفية معنى المصطلح إلى سجل مختلف تماما. غالبا ما لا يحسب الآخرون ما يعتبر دينا من خلال تعريف واحد. كيف يمكن فهم هذه الفوضى؟ هل المفهوم له بنية واحدة، هيكل موحد، أم له تاريخ سلسلة متواصلة من التعريفات المتتالية؟ يمكن هذا يعني يمكن تقسيم التعريف إلى يمكن يعني تقسيم التعريف إلى نوعين من الإجابات على هذه الأسئلة. كانت معظم المحاولات لتحليل المصطلح أحادية من حيث أنها تعمل من وجهة نظر الكلاسيكية القائلة بأن كل حالة يتم وصفها بدقة بواسطة مفهوم ما ستشترك في خاصية تعريفها وتضعها في تلك الفئة. ومع ذلك، فقد شهدت العقود الماضية ظهور مناهج متعددة الجوانب تتخلى عن النظرة الكلاسيكية وتعامل الدين بدل من ذلك على أنه نموذج أولي للبنيوية. يعني أولا المقاربة الأحادية، يعني الدين تعريف الدين واحد، تستخدم المناهج الأحادية خاصية واحدة أو مجموعة واحدة من الخصائص كمعيار يحدد ما إذا كان المفهوم ينطبق أم لا على ظاهر المدروس.
مفتاح المنهج الأحادي هو أنه اقتراح شروط ضرورية وكافية للعضوية في فئة معينة، وهذا يعني أن المنهج التوحيدي يدعي أن هناك بعض الخصائص أو مجموعة ما موجودة في كل دين، وأنه إذا كان هناك شكل من أشكال الحياة بها فإن هذا الشكل هو من الحياة هو الدين. كانت معظم تعريفات مفهوم الدين من هذا النوع. على سبيل المثال تم اقتراحها من طرف إدوارد تايلور، وتتمحور حول الإيمان بالكائنات الروحية باعتبارها الحد الأدنى لتعريف الدين، وهذا معيار جوهري يميز الدين عن غير الدين من حيث الإيمان في هذا النوع المعين من الكيان. وبالمثل اقترح بول تيليش الاهتمام المطلق كمعيار وظيفي يميز الدين عن غير الدين من حيث ما يخدم هذا الدور الخاص في حياة المرء. هذه تعريفات أحادية المعيار واحدية. هناك أيضا تعريفات أحادية تحدد الدين من حيث مجموعة واحدة من المعايير. تعتبر المفاهيم الخمسة الشائعة لهربرت مثلا مبكرا على ذلك. يعني هنا تم اقتراح في الآونة الأخيرة من طرف كليفورد جيرتس في 1973 تعريفا يقسم فيه الدين إلى خمس عناصر. كليفورد جيرتس: الدين نظام من الرموز، الدين نظام من الرموز حول طبيعة الأشياء التي تغرس ميول السلوك من خلال أداء طقوسي وثقافي، هذا أربعة، بحيث يتم أخذ المفاهيم التي تتبناها المجموعة لأنها حقيقية، إذا أربعة، الدين نظام من الرموز حول طبيعة الأشياء التي تغرس ميول السلوك من خلال أداء طقوسي وثقافي بحيث يتم أخذ المفاهيم التي تتبناها المجموعة لأنها مفاهيم حقيقية وقائعة. يمكن المرء أن يجد كل عنصر من هذه العناصر الخمسة على حدة. بالطبع ليست كل الرموز رموز دينية، يعتبر المؤرخون ولكن ليس الروائيون مفاهيم واقعية وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لجيرتس فإن أي شكل ديني للحياة سيكون له جميع الأشكال الخمس، وإدراكا منه المقاربات الوظيفية مثل مقاربة تيليش، فإن جيرتس صريح بأن الرموز والطقوس التي تفتقر إلى الإشارة إلى إطار ميتافيزيقي وتلك التي لا تحتوي على عنصر جوهري الذي يتطلبه باعتباره ستكون مجرد أفكار علمانية وليست دينية، بغض النظر عن الكيفية يعني الشديدة الشاعرية الشديدة أو المهمة تجاه الإشارة إلى كيان ميتافيزيقي أو قوة هي ما يميز العناصر الأربعة على أنها دينية. قد كتب جيرتس بأنه بدونها لن يكون الاختلاف التجريبي للنشاط الديني أو التجربة الدينية موجودة. كمثال ثالث يعد بروس لينكولن في 2006 أربع عناصر يمكن أن يمتلكها الدين، وهي خطاب تتعدى اهتماماته الإنسانية والزمنية والطارئة والذي يدعي لنفسه مكانة متعالية مماثلة، اثنين الممارسات المرتبطة بهذا الخطاب، ثلاثة الأشخاص الذين يبنون هويتهم بالإشارة إلى هذا الخطاب وتلك الممارسات، أربعة الهياكل المؤسساتية لإدارة هؤلاء الناس، تنظيم شؤون حياتهم، العلاقات بينهم. هذا التعريف ردي لأن الأديان بالنسبة لينكولن تتمثل دائما بهذه السمات الأربعة كحد أدنى. من المؤكد أن الناس ينخرطون باستمرار في الممارسات التي تولد مجموعات اجتماعية يجب بعد ذلك الحفاظ عليها وإدارتها بواسطة القواعد أو السلطات، ومع ذلك فإن مع ذلك عندما تفتقر الممارسات والمجتمعات إلى النوع المميز من الخطاب الذي يدعي مكانة متجاوزة لنفسها فإنها لن تعتبر ديانات. يعني ربما تم اختيار من بين الاستراتيجيات الموضوعية والوظيفية لتعريف الدين لكي يمكن بعد ذلك تضمين واحدة منها، إن التعريف التوحيدي يشتمل على كلتا الاستراتيجيتين. إذن لحسابه كدين يجب أن يشير شكل من أشكال الحياة إلى واقع موضوعي مميز ويلعب أيضا دورا معين في حياة المشاركين. يتجنب هذا المنهج ذو الوجهين نتيجة التعريف الموضوعي البحت التي تعتبر دينا مجموعة عديمة الجدوى من المعتقدات. على سبيل المثال لابد أن شيئا ما خلق العالم، هذه فهي غير مرتبطة برغبات المؤمنين وسلوكهم، بينما تتجنب أيضا نتيجة التعريفات الوظيفية البحتة التي قد تعتبر الدين بعض الجوانب العالمية للوجود البشري، على سبيل المثال خلق فوران جماعي أو ترتيب قيم المرء. إن تعريف وليام جيمس للدين الاعتقاد بأن هناك نظام غير مرئي وأن مصلحتنا الأسمى
تكمن في تعديل أنفسنا بشكل متناغم معه. هو هذا التعريف لجيمس ويليام جيمس هو جاي بهذه الطريقة، حيث يجمع بين الإيمان بوجود مرجعية مميزة مع الأنظمة الروحية التي يسعى المرء لتجسيد هذا الاعتقاد بها. يتطلب تعريف جيرتس للدين أيضا كلام من الجوانب الموضوعية والوظيفية والتي سماها النظرة العالمية والروحية. إن معاملة الدين على أن كلاهما وبهذه الطريقة يعني رفض تجريد جانب واحد من الواقع اجتماعي معقد، ولكن بدلا من ذلك يعترف على حد تعبير جيرتس بالجوانب النمطية والمفاهيمية للحياة الدينية. تعالج هذه التعريفات الموحدة مفهوم الدين على أنه يشير إلى مركب متعدد الأوجه أو متعدد الأبعاد. قد يبدو يعني اليوم أن نرى وصفا للدين على أنه كوكب أو تجمع أو شبكة أو نظام، لكن في الحقيقة فإن التعامل مع الدين على أنه مركب ليس بالأمر الجديد. قد قام اللاهوتيين المسيحيين تقليديين يعني بتحليل تشريح طريقتهم في الحياة على أنها إيمان وفيدوسيا وفيديليتاس في نفس الوقت. يمكن ترجمة كل مصطلح إلى اللغة الإنجليزية كإيمان، لكن كل من يتوافق في الواقع مع بعض مختلف لممارسة اجتماعية. تشير يعني وكالة فيدوس إلى حالة معرفية، وهي حالة يوافق فيها شخص على اقتراح معين ويأخذه على أنه صحيح. يمكن ترجمته على أنه التزام فكري. المعتقدات أو الالتزامات الفكرية المميزة للمشاركة في المجموعة ستكون حاضرة، سواء كان شكل دين الحياة قد تطور أي مذاهب موثوقا بها أم لا. في المقابل تشير كلمة فيديوسيا إلى حالة عاطفية تأثر فيها الشخص بشعور أو تجربة إيجابية للغاية، لدرجة أنه يربط المتلقي بمصدره. يمكن ترجمتها على أنها ثقة أو التزام عاطفي. ستكون الثقة أو الالتزام العاطفي حاضرة، سواء كان شكل ديني للحياة يعلم أم لا. أن المشارك في الممارسات تهدف إلى تجربة معينة من التحرر والتنوير والخلاص. ويشير مصطلح الإخلاص إلى الحالة التي يلتزم فيها الشخص بمسار الفعل، وهو المسار الذي يتضمن عادة محاكاة بعض النماذج التي يحتذي بها ويغرس من خلالها التصرفات التي يعتبرها فاضلة. يمكن ترجمتها إلى الولاء أو الخضوع. سيكون الولاء أو الخضوع حاضرا سواء كان الشكل الديني للحياة مؤمنا أم لا، ويعلم القواعد الأخلاقية. بحلول زمن مارتن لوثر نظمت تعليم المسيحية هذه الجوانب من الحياة الدينية، من حيث ثلاث: العقيدة التي يؤمن بها المرء، والعبادة المقدمة، والرمز الذي يتبعه. عندما جادل تيليش سنة 1957 بأن الإيمان الديني يتم تحريفه عندما لا يعامله المرء على أنه معقد، ولكن بدلا من ذلك باعتباره وظيفة للعقل واحدة أو العاطفة واحدة أو الإرادة واحدة، فإنه يتحدث من داخل هذا التقليد، هذه الأبعاد الثلاث للممارسات الدينية، رمزين في الرأس القلب واليد، ليس بالضرورة مسيحية. في الواقع حتى يضيف المرء معيار لترسيم الحدود مثل تلك التي تم يعني تحليلها، فإن هذه الأبعاد ليست دينية حتى بشكل مميز. تتوافق العقيدة والرمز مع أي سعي وراء ما يعتبره الناس صحيحا وجميلا وجيدا على التوالي، يعني تجدهم في أي حركة جماعية أو تقليد ثقافي. كما يقول ميلفورد سيبيرو، فإن أي مؤسسة بشرية سوف تتضمن نظاما عقائديا ونظام خياميا ونظاما عمليا. قد اشتكى الكثير من أن الحجج حول كيفية تعريف الدين تبدو غير قابلة للحل. فمع ذلك فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن هذه الحجاج لم تكن مجردة حول جانب معين من المجتمع، بل كانت بمثابة وكيل في نقاش حول بنية الذاتية البشرية. هناك اتفاق عميق بين المواقف المتنافسة بقدر ما تفترض مسبقا النموذج المعرفي العاطفي للإنسان. ومع ذلك فإن ما يميز يمكن أن نطلق عليه مجموعة ديكارتية يجادل بأن الإدراك هو أصل المشاعر والأفعال الدينية. تشمل هذه المجموعة من المثقفين الذين يمتد تأثيرهم من أدوارد تايلور وجيمس فرايزر إلى إيفانس بريتشارد وروبن هورتون وجاك جودي وميلفورد سيبيرو وستوارد جوثري وجي زيد سميث. دين لا يوافق مجموعة يعني
مجموعة التجريبين على ذلك، بحجة أن التأثير هو ما يدفع السلوك البشري، وأن الإدراك يخدم فقط لتبرير القيم التي يتبناها المرء بالفعل. في علم اللاهوت والدراسات الدينية تم تحديد هذا المنهج الذي يركز على المشاعر قبل كل شيء مع عمل فريدريك شلايرماخ ودولف أوتو، ومع التقليد المسمى في ميولوجيا الدين، لكنه احتل مكانا في أنثروبولوجيا الدين منذ روبير ماريت طالب تايلور، وهو يعني تؤثر يعني الدين يؤثر على النظرية، ويؤثر ويعني وهذه المجموعة تتعامل مع المعتقدات والعواطف المتعلقة بالحقائق الخارقة للطبيعة لأنها غير مهمة نسبيا، وتجادل بدلا من ذلك بأن الإرادة أساسية بالنسبة للدين، يعني الجانب الأخلاقي. ويتعامل هذا المنهج مع الدين باعتباره في الأصل مجموعة من الإجراءات المطلوبة. على سبيل المثال، يعني عند فاسكيز 2011 وسميث 2017، هذه الأساليب مختلفة حول جوهر الدين، لكن المعسكرة الثلاث تعمل ضمن حساب مشترك للإنسان. وهكذا عندما وصف ويليام جيمس بأن الدين مشاعر وأفعال وتجارب الأفراد في وحدتهم، قدر ما أدرك أنهم يقفون فيما يتعلق بما قد يعتبرونه إلهيًا، لم يقدمون وجهة نظر عاطفية ويقللون من الإدراك. عندما قام زميل جيمس في جامعة هارفارد ألفريد نوريث وايتهاد بتصحيح قائلا أن الانتخاب هو ما يفعله الشخص بمفرده، سند هذا التصحيح تم سنة 1926، أكد وايتهاد على الفكرة المخروطية، على الرغم من إصراره أيضا على أن المشاعر تلعب دورا دائما. هذه خلافات في المقام الأول في التركيز، لا تزعج هذا النموذج الذاتي البشري. كانت هناك بعض المحاولات لترك هذا الإطار المكون من ثلاث أجزاء. على سبيل المثال، اقترح بعض في المعسكر التجريبي أن الدين هو بالأساس شعور خاص مع انعدام الإدراك، لكن هذا الاقتراح الرومانسي ينهار في ظل عدم القدرة على التوضيح كيف يمكن أن تكون الحالة العاطفية غير معروفة، ولكن لا يزال من الممكن تحديدها على أنها شعور خاص. ما تعلمه أي مجموعة اجتماعية بشكل صريح وضمني، لا يزال هناك جانب واحد مفقود للتعرف على الواقع المادي المفترض دائما للأشخاص الذين يشكلون المجموعة الاجتماعية. حتى عندما لا يتم تصور هذا الواقع من قبل أعضاء المجموعة، يجب على المرء أيضا تضمين مساهمات الأجساد والعادات والثقافات الجسدية والبنية الاجتماعية. لتضمين هذا البعد بشكل ذاكري، يمكن إضافة بعد رابع هو المجتمع. ربما كانت كاترين ألبانيز 1981 أول من اقترح فكرة إضافة هذا البعد المادي. تشريح الدين الشهير لنينيان سمارت في 1996 له سبع أبعاد وليس أربعة، لكن النموذجيين المتشابهين للغاية. في الواقع، سمارت البعد العاطفي التجريبي، ثم يقسم البعد المعرفي إلى قسمين: عقائدي وفلسفي، سردي وأسطوري. وقسم البعد المخروطي إلى قسمين: أخلاقي وقانوني وطقوسي. وقسم البعد الاجتماعي إلى قسمين: اجتماعي ومؤسساتي ومادي، في محاولة إزاحة التركيز على الذاتية البشرية الموجودة في العناصر الثلاث. جادل بأن البعض بأن البعد المادي هو مصدر الآخرين، إنهم جادلوا بعبارة بأن الجوانب المعرفية والعاطفية والمخروطية لأعضاء مجموعة اجتماعية ليست الأسباب، بل هي أثار ممارسات المنظمة للمجموعة. يوجد البعض الآخر بأن فهم الدين من حيث المعتقدات أو حتى من حيث أي حالة ذاتية يعكس تحيزا بروتستانتيا، وبالتالي يجب على علماء الدين تحويل الانتباه من الحالات العقلية الخفية إلى الهياكل المؤسساتية المرئية التي تنتجها. على الرغم من أن النقاش حول البنية الفاعلية التي ما زالت موجودة في العلوم الاجتماعية، فمن غير المرجح أن يقدم المرء وصفا متماسكا للدين من حيث المؤسسات أو الممارسات التأديبية دون إعادة تقديم الحالات العقلية مثل الأحكام والقرارات والتصرفات. سواء كانت المقاربة الأحادية تركز على خاصية أساسية واحدة أو كثيرة مجموعة، سواء كان هذا الجوهر أو ما هي أو وظيفة الدين، فإن أولئك الذين يستخدمون هذه المقاربة يطرحون سؤال بنعم أم لا بخصوص معيار واحد. لذلك ينتج عن هذه المقاربة عادة خطوط واضحة نسبيا بين ما هو دين وما ليس دين. بالنسبة بالنظر إلى تعريف تايلور الأحادي،
فلسفة مثالي بأن يتضمن شكل من أشكال الحياة الإيمان بأن الكائنات الروحية هي ديانة، إن شكل من أشكال الحياة يفتقر إلى هذه الخاصية لن يكون دينا حتى لو اشتمل على الإيمان بنظام عام للوجود. كان المشاركون يعتبرونهم أهمهم المطلق حتى لو كان هذا الشكل من الحياة يشمل الطقوس والأخلاق والكتب المقدسة. في مناقشة شهيرة عمل مالفورد سيبيرو 1966 مع تعريف تايلور وجادل حول الافتقار إلى الإيمان بالكائنات الخارقة في البوذية في الثري فادا على سبيل المثال شيء آخر غير الدين. بالنسبة لسيبيرو لا يوجد شيء مزدري حول هذا التصنيف، بعد أن قاوم فكرة أن لدينا دين وهو جيد ولديهم خرافات وهي السيئة. فلماذا يجب أن نشعر بالفزع إذا كان كذلك اكتشفنا أن المجتمع معين ليس له دين كما حددنا المصطلح؟ هذا الأمر ذكره مالفورد سيبيرو سنة 1966. هذه مقاربة الأحدية. الآن الرؤى المتعددة للدين، إن كون المفهوم يتوافق دائما مع شيء يمتلك خاصية تعريف هي فكرة قديمة جدا. بدعم هذا الافتراض إيثيفرو في محاورة أفلاطون في محاورة إيثيفرو والمحاورات الأخرى التي يدفع فيها سقراط محاورية لجعل تلك الخاصية الخفية والمحددة صريحة. وقد قدم هذا السعي نموذج للكثير ليس فقط للفلسفة ولكن للتنظير في جميع المجالات. الافتراض التقليدي هو أن كل كيان لديه بعض الجوهر الذي يجعله هو الشيء الذي هو عليه، وكل مثال يتم وصفه بدقة على من خلال مفهوم هذا الكيان سيكون له هذا الجوهر. إن الحجة الأخيرة القائلة بوجود بنية بديلة حول المفهوم لا يحتاج إلى معايير ضرورية وكافية لتطبيقه، قد أطلق عليها ثورة مفاهيمية. واحدة من أعظم الاكتشافات وأكثرها قيمة هي التي في السنوات الأخيرة في جمهورية الآداب في المناقشات حول مفهوم الدين. عادة ما يعزى هذا المنهج المناهض للأصولية إلى لودفيك فيتجنشتاين سنة 1953. جادل فيتجنشتاين بأنه في بعض الحالات بعد وفاته في بعض الحالات عندما ينظر المرء في مجموعة متنوعة من الحالات الموصوفة بمفهوم معين يرى أنها من بين العديد من الميزات التي تظهر وتختفي، والنتيجة هي شبكة معقدة من أوجه التشابه المتداخلة والخلقية التي يمكن عبورها. هذا الأمر ذكره فيتجنشتاين في 1953. تفتقر الأمثلة التي تندرج تحت بعض المفاهيم إلى خاصية تعريف واحد، ولكن بدلا من ذلك لها تشابه عائلي مع بعضها البعض في أن كل واحدة تشبه بعضها البعض بطرق مختلفة. ترفض جميع المناهج البوليتيكية الفكرة التوحيدية القائلة بأن مفهوم يتطلب معايير ضرورية وكافية، لكن حقيقة أن الأساليب البوليتيكية تأتي في أنواع مختلفة وتعمل بمنطق مختلف دون تقدير. هنا ثلاث يعتبر النوع الأساسي من المنهج البوليتيكي أن العضوية هي في فئة معينة لا يتم تحديدها من خلال وجود خاصية حاسمة. بدلا من ذلك يرسم المفهوم مجموعة من الخصائص، ولكن تحسب كل عضو في تلك الفئة. يجب أن يكون لحالة معينة عدد معين ولا يلزم وجود واحدة معينة منها. للتوضيح تخيل أن هناك خمس خصائص مميزة للأديان أطلق عليها مجموعة خصائص، وأنه لكي يكون الدين يجب أن يكون لشكل من أشكال الحياة ثلاثة منها على الأقل. هنا ربما هذا المنهج المتعدد الجوانب يعني محدود. على سبيل المثال يمكن أن تكون الخصائص الخمس لسنة الأديان هي الإيمان بالكائنات أو القوى الخارقة، ثم المعايير الأخلاقية، ثم طقوس العبادة، ثم المشاركة التي تمنح فوائد للمشاركين، وأولئك الذين يشاركوا في هذا الشكل من الحياة يعتبرون أنفسهم مجتمعا متميزا. إن فهم مفهوم الدين بهذه الطريقة المشاكسة ينتج تسلسلا هرميا متدرجا للحالات، سيكون شكل الحياة الذي يحتوي على كل هذه الخصائص الخمس نموذجيا أوليا للدين. من الناحية التاريخية من المحتمل أن تكون الأمثلة النموذجية للمفهوم أمثلة تم تطبيق المفهوم عليها لأول مرة. من الناحية النفسية من المحتمل أيضا أن يكون المثال الذي يتبادر إلى الذهن
أولا لأولئك الذين يستخدمون المفهوم. على سبيل المثال الروبوتات والعصافير هي أمثلة نموذجية للطيور، وعندما يطلب من المرء تسمية طائر من الأرجح أن يسمى الناس روبا أو عصفور أكثر من نعامة أو بطريق. شكل من أشكال الحياة الذي يحتوي على 4 فقط من هذه الخصائص يظل مع ذلك مثالا واضحا للدين. كان لشكل من أشكال الحياة 3 فقط سيكون مثالا مثلا محدودا. لن يتم تضمين شكل من أشكال الحياة الذي يحتوي على 2 فقط من هذه الخصائص في المقولة أو في الفئة، رغم من أن مثل هذه الحالات يمكن اعتبارها شبه ديانات، وقد تكون أكثر الأشكال الاجتماعية إثارة للاهتمام مقارنة بالأديان. أن شكل من أشكال الحياة سيتم فقط وصفه بواحدة من الخصائص 5 لن يكون لافتا للنظر، لن تكون أشكال الحياة التي تحتوي على 3 أو 4 أو 5 من هذه الخصائص مجموعة غير مرتبطة، بل عائلة ذات سمات مشتركة متعددة، ولكن لا توجد خاصية واحدة. ولحتى الإيمان بالكائنات أو القوى الخارقة التي يمتلكها جميع هؤلاء. في هذا المنهج الشجاع فإن مفهوم الدين ليس له جوهر، والعضو في هذه العائلة الذي يتقرب فقط إلى واحد من الخصائص 5 بغض النظر عن أي منها سيظل دينا بشكل واضح. كما يشير بنسون سالير في سنة 1993، ويمكن للمرء استخدام هذا المنهج غير الجوهري للدين ليس فقط في تحديد مفهوم الدين، ولكن أيضا لتحديد العناصر الموجودة داخل كل دين. تضحية الكتاب المقدس وما إلى ذلك، الأديان الفردية المسيحية الهندوسية وهكذا. قد يدعى البعض أنه في ظل الافتقار إلى الجوهر بأن المقاربات المشاكسة للدين تجعل المفهوم غامضا لدرجة أنه يصبح عديم الفائدة. على سبيل المثال فيتز جيرالد في سنة 2000 ومارتن في 2009، بالنظر إلى المثال المركز المنهج المحدود والاعتماد الواسع النطاق للمنهج البوليتيكي في العلوم البيولوجية، يبدو هذا خطأ بشكل واضح. ومع ذلك من الصحيح أنه يجب على المرء انتباه إلى المعلومات في العمل في منهج متعدد الجوانب. ينتج عن استخدام مجموعة من الخصائص مكونة من 5 عناصر فقط فئة مركزة للغاية، ولكن مجموعة الخصائص هي ببساطة قائمة بأوجه تشابه بين 2 على الأقل من أعضاء الفصل، بما أن فئة الأديان قد تضم مئات الأعضاء يمكن المرء بسهولة إنشاء مجموعة خصائص أكبر بكثير من ذلك. بعد فترة وجيزة من وفاة فيتجنشتاين تم تطبيق منهج متعدد الجوانب محدود على مفهوم الدين من قبل ويليام ألستون الذي حدد 9 خصائص دينية، كما أن ساوث وولد 1978 لديه 12، وريم إدواردز 1972 لديها 14 عام يعني وما زالت تطرق يعني مجالات جديدة. ولكن لا يوجد سبب يمنع المرء من العمل مع خصائص محددة للدين مع عشرات أو مئات من الصفات المشتركة. يعني لقد ذكر رودني نيدهام سنة 1975 بأن وضع برنامج كمبيوتر فرز 1500 سلالة بكتيرية مختلفة وفقا ل 200 خاصية مختلفة. كما جدل سميث 1982 بأن معالجة مفهوم الدين بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات مفاجئة للأنماط داخل الفصل والظهور المشترك للخصائص التي يمكن أن تؤدي إلى نظريات تأويلية. المعلومة الرئيسية الثانية للمنهج متعدد الجوانب هي رقم العتبة. لا يحدد ألستون عدد الخصائص التي يجب أن يمتلكها عضو الفصل، ويقول ببساطة عندما يكون عدد كافي من هذه الخصائص موجودة بدرجة كافية فيكون لدينا دين. يناقش نظام 1975 فكر المنطقي القائل بأن كل عضو لديه غالبية الخصائص، ولكن هذا ليس مطلبا من المناهج متعددة الجوانب. إن النقاد محقون في أنهم مع زيادة حجم موسوع مجموعة الخصائص وتقليل عدد العتبة تصبح الفئة الناتجة منتشرة أكثر كثير، ويمكن أن ينتج عن ذلك فصل دراسي مترامي الأطراف بحيث يصعب استخدامها في الدراسة التجريبية. قد عمل علماء الدين الذين استخدموا نهج متعدد الجوانب عادة مع نهج محدود، أي مع مجموعة خصائص ثابتة، لكن هذه ليست وجهة النظر التي يجادل بها فيتجنشتاين نفسه. إن هدف فيتجنشتاين هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن الاستخدام الفعلي للمفاهيم غير ملزم عادة،
توسيع المفهوم ليس مغلقا بحدود. يمكن أن نسمي هذا المنهج المفتح متعدد الجوانب. لفهم المنهج المفتوح ضع في اعتبارك مجموعة من الأشخاص الذين لديهم مفهوم يطبقونه على مجموعة معينة من الحالات. بمرور الوقت تواجه عضو في المجموعة شيئا فشيئا حالات أخرى بدرجة كافية بحيث يصعب عليها تطبيق المفهوم. عندما يتبنى المجتمع اللغوي هذا التطبيق الجديد ينمو امتداد المفهوم. مع ذلك إذا كان استخدام المفهوم مفتوحا فعندئذ عندما تضيف المجموعة عضوا جديدا إلى الفئة مسميات المفهوم ما يمكن إضافة خصائص هذا العضو الجديد الذي لم يكن جزءا من الاستخدامات السابقة إلى خصائص تعيين وبالتالي زيادة نطاق التطبيقات المشروعة للمفهوم في المستقبل. قد نقول إن المنهج متعدد الجوانب ينتج مفاهيم غامضة والمنهج متعدد الأطراف ينتج مفاهيم متطورة. يسمي تيموثي ويليامسون هذا الصفة الديناميكية لمفهوم التشابه الأسري. قد اشتهر فيتجنشتاين بتوضيح هذا المنهج متعدد الجوانب مع لعبة المفاهيم كما طبقه أيضا على مفهوم اللغة والأرقام. إذا استبدلنا مفهومنا كمثال فيتجنشتاين فإن معاملته تصبح تناسب الدين. أيضا لماذا نطلق على شيء ما الدين؟ حسنا ربما لأن له علاقة مباشرة بالعديد من الأشياء التي كانت تسمى حتى الآن بالدين ويمكن القول هذا يعطي علاقة غير مباشرة بأشياء أخرى نطلق عليها نفس الاسم. بالنظر إلى نهج متعدد الجوانب أو منهج متعدد الجوانب ومقاربة متعدد الجوانب يطور المفهوم في ضوء السوابق التي تعرف عليه المتحدثون على الرغم من أنه بمرور الوقت يمكن أن يصبح ما يسميه الناس بمفهوم مختلفا تماما عن الاستخدام الأصلي. كانت المناهج الأحادية والشاملة في الأساس في خدمة تطوير تعريف المصطلح. كيف يمكن تقييم تعريف البديل للدين؟ إذا كان على المرأة أن يقدم تعريف معجميا أي وصف لما يعني المصطلح في الاستخدام الشائع كما هو الحال مع تعريف القاموس فيمكن أن يكون التعريف الذي يقدمه المرأة خاطئا. يعني في الاستخدام الشائع على سبيل المثال تعتبر البوذية عادة ديانة ورأسمالية ليست كذلك. حول هذه النقطة يعتقد البعض خطأ أنه يمكن للمرأة تصحيح تعريف من خلال الإشارة إلى بعض الحقائق حول مراجع المصطلح. يرى المرأة أن هذا الافتراض على سبيل المثال في أولئك الذين يجادلون بالاكتشاف الغربي البوذية يظهر أن التعريفات التوحيدية للدين خاطئة. يمكن المرأة أن يصحح تعريفا حقيقيا أو معجميا بهذه الطريقة ولكن ليس تعريفا اشتراكيا أي وصف المعنى الذي يعنيه المرء للمصطلح. عندما يقدم المرء تعريفا نصيا لا يمكن أن يكون هذا التعريف خاطئا. يتم تقييم تعريفات الاستنتاجية ليس من خلال ما إذا كان صحيح أم خاطئ ولكن بالأحرى من خلال فائدتها وسيكون هذا التقييم نسبيا للغرض. إن التعريفات الشرطية للدين لهذا السبب بحجة أنه لا يمكن لأحد أن ينتقدها وأنها تجبر العلماء ببساطة على قبول أي تعريف معروض وهي تقدم مثال على تعريف إشكالي للدين بأنه تزحلق على الجليد أثناء الغناء والذي توجد بأنه لا يمكن رفضه إلا باستخدام تعريف حقيقي للدين. يظهر أن تعريف التزحلق على الجليد خاطئ ومع ذلك حتى بدون معرفة الجوهر الحقيقي للدين يمكن المرأة أن ينتقد تعريفا مشروطا إما لكونه أقل ملائمة أو مناسبا لغرض معين مثل دراسة أشكال الحياة عبر الثقافات أو كما هو الحال مع مثال تزلج على الجليد كونه بعيدا جدا عن تعريف المعجم بحيث يكون مناسبا لأي غرض آخر تقريبا. هكذا تحظى التعريفات البوليسية بشعبية متزايدة اليوم حيث يسعى الناس إلى تجنب الادعاء بأن الفئة الاجتماعية المتطورة لها جوهر غير تاريخي. ومع ذلك فإن الاختلاف بين هذين المقاربتين لا يتمثل في أن التعريفات الأحادية ترتبط بخاصية واحدة بينما التعريفات المتعددة المناهج تتعرف أكثر بخاصيات أخرى. يمكن أن تكون تعريفات الأحادية متعددة العوامل ويمكن التعرف على العديد من الخصائص المشتركة أو النموذجية للأديان دون أن تكون أساسية. لا يكون الاختلاف أيضا في أن تعريف أحد الجوهر للدين يعكس مركزية عرقية تتجنبها المقاربات الأخلاقية. أن تعريف الجماعي للدين النموذجي هو على حد سواء عرقي. الفرق بينهما هو أن تعريف الأحد يفرز التمثلات بآلية نعم لا وبالتالي فهي تمثلات رقمية والتعريف متعدد الجوانب ينتج تدرجات وبالتالي يكون تناظريا
وبالتأويل يترتب على ذلك أن التعريف الأحادي يتعامل مع مجموعة من الحالات التي تمتلك جميعها الخاصية المحددة كدين متساوي، في حين أن التعريف متعدد الجوانب ينتج منطقة رمادية للحالات التي تكون أكثر نموذجية أو أقل من ذلك، وهذا يجعل التعريف الرقيق متفوقا على الحالات. على سبيل المثال القضايا القانونية التي يبحث فيها المرء عن إجابة بنعم أم لا، حتى إذا كان يعني المنهج متعدد الجوانب يصف بدقة كيفية عمل المفهوم، فهذا يفضل المرء لأغراض التركيز أو الوضوح العمل بحساب متعدد الجوانب مغلق يحد من مجموعة الخصائص، أو حتى من مع منهج أحادي يحد من مجموعة الخصائص. بمعنى آخر قد يحكم المرء على أنه من المفيد تعامل مفهوم الدين على أنه غامض هيكليا أو مائعا مؤقتا، ولكن مع ذلك يضع حدودا على أشكال الحياة التي سيقارنها. تؤدي هذه الاستراتيجية إلى ظهور نوع ثالث من المقاربة متعددة الجوانب، والتي تنص على خاصية واحدة أو مجموعة واحدة من الخصائص مطلوبة. نسمي هذا التعريف الراسخ متعدد الجوانب. في تعامل المستمر مع المفاهيم كأدوات، اقترح فيتجنشتاين هذه الفكرة الراسخة عندما كتب أنه عندما ننظر إلى التاريخ أحد المفاهيم كما نراه هو شيء يتقلب باستمرار، ولكن ربما مع ذلك وضعنا أمام هذا التقلب شيئا أكثر ثباتا، تماما كما يرسم المرء صورة ثابتة للوجه المتغير باستمرار المناظر الطبيعية بالنظر إلى المرساة المنصوص عليه، فإن المفهوم سوف يمتلك بعض تلك الخصائص الضرورية، وهذه الخاصية تعيد تقديم الجوهرية. ومع ذلك فإن مثل هذا التعريف لا يزال يعكس مقاربة متعددة الجوانب، لأن وجود الخاصية المطلوبة لا يكفي لجعل شيئا ما دينا. لتوضيح هذه الاستراتيجية يمكن المرء أن ينص على أن أشكال الحياة الوحيدة التي يعتبرها المرء دينا ستشمله. إذن هذا هو مداخلاتنا الدين بين المقاربة الأحادية والرؤية التعددية. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، إلى اللقاء في مداخلة قادمة إن شاء الله.